السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم هي الثلاثاء. من خلال هذا الفيديو غادي نهضر لكم على الأسباب اللي كتخلي بعض المهاجرين أنهم كيشوفوا في كندا واحد الشوفة ماشي هي هذيك وما كتعجبهمش، وفي نفس الوقت غادي نقول لكم نعود لكم واحد الجرائم اللي وقعت بالنسبة للجالية هنا. طلبتها مني واحد الاخت اللي قالت لي نهضر لها على واحد الاخ جزائري عنده 19 عام قتلوه الاسبوع اللي فات. قبل ما ندخلوا في الموضوع، كما كتشوفوا الجو راه مزيان ودرجه الحراره الان كاينه 2 ديال الدرجات. من خلال هذا الفيديو كما قلت لكم، من بين الاسباب اللي كتخلي ان الناس بعض الناس ما كتعجبهمش كندا وكيشوفوا فيها واحد الشوفه يعني سلبيه، اول حاجه وهي الجو، لان فصل الشتاء تيكون طويل بزاف وكتكون فيه الثلوج وما كيقدروش يستحملوا هما هذاك الجو هذاك. هذه الاولى. ثاني حاجه كاين الانسان اللي ما تيقدرش يبعد بزاف على العائله ديالو، كيشوف راسو بعد على العائله ديالو واحد عام عامين كتجي قاصها، كيتوحش عائلته تيبغي يرجع. ثالث حاجه تيقول لك وهو انه كاين الضرائب، يعني تتخلص لي زامبو بزاف. حتى في البلاد راه كنخلصوا لي زامبو، غير هي في البلاد كيقطعوها لك. هنا لا، هنا كتبقى تتبقى حتى الاخر، يعني في بحال هذا العام دايرين في اخر اجل هو شهر 6، خصك تدفع الضرائب على المدخول ديالك. حنا في المغرب تنعرف ان كاينه الضريبه، كيخلصوا الناس على الضريبه النظافه وكيخلصوا بزاف ديال الحوايج، حتى هنا كتخلص، ولكن غير تما كيقطعوا لك، وهنا انت كتدفع، هنا كتمشي كتدفع على المدخول ديالك. بالنسبه للجرائم، انا نوصيكم اللي عنده ولادو والناوي يجي ان شاء الله عنده وليداتو كبار ومربين، يعني عارف انهم مربيهم، مرحبا. الا كان ولادك تما في المغرب ما كيسمعوش ليك وديجا تيدخلوا مع 3-4 ديال الليل، خويا هنا لان غيجيو هنا غيلقى واحد الحريه اخرى، غيتزاد شي على شي، غادي الدري يولي عندك مكفس، غيولي الدري عندك ما فيه ما يتجمع. لان هنا كما غنعاود لكم، من الاحسن ان الانسان الا جا يربي وليداتو، ولا خرجوا بالليل يحاسبهم فين خرجوا، بلا ضرب بلا والو، غير المحاسبه وبالعقوبات الفنيه. وما تجاحدش مع الناس ديال البلاد هنا، لان حنا عندنا كره القدم هي الرياضه المحبوبه، هنا عندهم الرياضه المحبوبه هي الهوكي. واحد الاخ جزائري هذه واحد 6 سنين ولا 7 سنين كان شوفور ديال طاكسي في موريال، وركب معاه واحد وبدا يتجاحد معاه على الكنديان دو موريال. هادو الكنديان دو موريال فرقه تتلعب الهوكي، بدا يقول ليه لا وما بحال تيعيب ليه ديك الفرقه ديالو، وكان هزو بالليل، يعني كان راكب معاه غادي بالليل شي 2 ولا 3 الليل وبدا يتجاحد معاه. الاخر اكيد انه خارج من بار ولا شوفني خارج عنده السلاح ضربو، هو راكب اللور والشيفور جزائري ديال الطاكسي راكب قدام، جبد فردي ضربو الراس قتلو. عنده 2 وليدات مسكين، خلى 2 وليداتو والمراه. هذا واحد الاخ جزائري اللي عاقل عليه، انا ديك الساعه كنت في موريال. بالنسبه للولد اللي قتلوه هذه السيمانه اللي فات، حتى هو عنده 19 عام، في واحد الحي كاين في مدينه موريال، تيقولوا ليه ساليونار، فيه الجاليه بزاف ديال المغاربه والجزائريين والتوانسه، وتما ولاو تيديروا هذوك لي غانغ دو رو مع هذوك الهايتيين، ولاد دوك الهايتيين ولاو هادو ضد هادو وهادو ضد هادو، الحسابات ولاو قال لك هادو الزرقين وهادو الحمرين، ولاو الحمرين ضد الزرقين. هذا الشيء ديال المراهقه، قتلوه مع عايرهم في الانستغرام، عايرهم عاير الاخرين حكاوها فيه، نهار ضربوه بنهار ضربوه قتلوه. هذا الولد الجزائري توفى السيمانه اللي فاتت. كاين واحد البنت هي كانت جات هذه واحد 3 سنين، كانت جات باش تقرا هنا وجات عند اختها من الجزائر حتى هي، وتعرفت على واحد الولد، وهذاك الولد عنده حسابات مع واحد لي غانغ دو غي،
عنده حسابات معاهم وهي ما عارفاش راكبه معاه جالسين في واحد البلاصه في موريال، يعني ماشي بلاصه مخلويه ولا، في موريال جالسين في واحد البلاصه في الطوموبيل، وقفوا الاخرين بجنبهم بالطوموبيل بحال داكشي ديال الافلام، هذاك راكب مع البنت في الطوموبيل الاخرين وقفوا بجنبهم بالطوموبيل باخ 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 باخ، هو بليساو وهي جاتها قرطاسه في الراس ماتت الله يرحمها، جايه مسكينه تقرا هيا رصاصه طائشه جات فيها ثلاثه، هي ما عارفه مسكينه اشنو جاري مشات، والله يحضر السلامه والله يحد الباس، هادشي اللي نقول لكم وردوا البال لوليداتكم وراه من الصغر الا كان الدري مربي والصلاه والدين وشاف والديه مزيانين راه الدري تيخرج مزيان. يلا ما نطولش عليكم، كان هذا فيديو غير بطلب من بعض الاصدقاء والصديقات، يلا نخليكم على خير والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله، يلا السلام عليكم.